حماس وافقت على وقف إطلاق النار. ومعانا على التليفون الدكتور محمد الباز، كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. نقول مبروك. يعني بص، تقول مبروك على استحياء، يعني لأنه يعني وأنا بتكلم معاك يعني الأفخاي يعني ربنا ما بجيبش من عنده خير أبدا. يعني بتكلم على أنه قوات جيش الدفاع بالنسبة لهم الدفاع طبعا تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح، وقال أنه تفاصيل ستنشر لاحقا. يعني ده أحدث خبر، لكن ده ما يمنعش ان احنا نحط ما جرى في سياقه او نحط النقط فوق الحروف فيما يتعلق بمصر، لانه ده امر مهم جدا. يعني انت بعد يعني اسابيع من العمل المكثف والمجهد كنت على بعد خطوات قليله جدا من اتمام هذه الهدنه اللي كانت مصر دافعها الاول والاساسي في دوافع انسانيه، يعني تخفف الضغط عن الناس في غزة، وتشوف كمان انه اذا جرى دخول رفح او اقتحام رفح انت بتتكلم على مجزرة ومذبحة كبرى، يعني بتتكلم طبعا على مئات الالاف من الفلسطينيين يعني كانوا هيروحوا في هذه المذبحة. فمصر هنا كانت لديها دوافع واضحة جدا وقوية جدا لمنع وقوع هذه المذبحة بهذا الاقتحام. المشكلة انه في كثير مما لا نعلمه. يعني عندما تقوم حماس بهذه العملية اللي هي قصف معبر كرم أبو سالم، قد يعتبر بعض المحللين السياسيين انه حماس بهذه الضربة يمكن ان تعزز اوراقها في التفاوض، يعني انه اسرائيل بتقول لاسرائيل ان انا ممكن يعني انا لسه قادر اضرب وانا لسه قادر اعور وانا لسه قادر اصيب، فبتعزز اوراقها في التفاوض. لكن التوقيت كان مريب جدا وبشكل يمكن تخليك حتى تقول انه في حاجات ورا السطور غير مفهومه في الموضوع. مصر الحقيقه قررت الا تتسامح، وهنا ده الكلام اللي يهمنا ويخصنا، يعني قررت الا تتسامح والا تسمح بانهيار الهدنه اللي حصلت. يعني هذه الجهود التي تم تراكمها خلال الاسابيع اللي فاتت، يعني مصر قررت الا تنهار هذه الجهود وكثفت اتصالاتها خلال الساعات اللي فاتت دي، بحيث انه حماس قالت انا هقبل وقف اطلاق النار، بما يعني انه الهدنه المصريه اللي هي على ثلاث مراحل ببنودها وبشروطها انه حماس يعني بتوافق عليه. الطرف الاسرائيلي بمجرد ما اعلنت حماس على لسان اسماعيل هنيه هذا الكلام، بدات في دوائر اسرائيليه تشكك في النوايا وتتحدث أن هذه مناورة. يعني ما الذي يجعلك تحول موقفك من الموافقة على المفاوضات ثم ضرب المعبر لإفساد هذه المفاوضات ثم العودة سريعا مرة أخرى للموافقة على وقف إطلاق النار؟ فإنه الأمر هنا يعني أنا زي ما بقول لك بتتمنى طبعا أن احنا نقول أنه الفلسطينيين اللي خرجوا النهاردة في رفح وكانوا بيحتفلوا في الشوارع وشايفين انه في بارقه امل موجوده امامهم، وانه يعني الناس بتقول نتمنى ان الهدنه تحصل، لان هم اعلنوا القبول، لكن لا يعني ذلك ان الهدنه تمت خلاص، وده اللي مخلي اسرائيل تضرب. لانه من جانب اخر يا دكتور، مكتب بنيامين نتنياهو بيتكلم على انه مطالب حماس تختلف عن رؤيتنا وتختلف عن مطالبنا، ده كلامهم. هي دي ومن ناحيه تانية يعني اسرائيل، انا عشان الناس بس برضه تبقى شايفه الموقف، يعني هي حماس اعلنت انها تقبل وقف اطلاق النار وتقبل الهدنه. اسرائيل عندها تكنيك بتعمله انه مثلا تقول ان الهدنه هتبدا النهارده الساعه 12، فتفضل تضرب لحد 12 اللي تكثف ضربات. يعني اللي هي ايه، فانا مش منزعج من اللي حاصل او اللي بيقولوه، لكن هو الانزعاج في الجوله اللي انه الحقيقه انا قدام طرفين، لا حماس ولا الاسرائيليين عندهم رغبه في الوصول الى يعني اتفاق او الى هدنه. ثقه للاطراف وفي مقدمتها مصر، هو ده اللي بيدفعهم.
يعني ثقه الاطراف. شايف الولايات المتحده بتتكلم وكل الاطراف المعنيه الحقيقه، لان في اطراف طلعت الصوره خلاص، يعني طلعت في اطراف موجوده واطراف اقليميه وتشعر وكانها ليست في الاقليم او ان الامر لا يخصها من قريب او من بعيد. لكن الـ النجاح اللي حاصل النهارده ده يقول لك انه في بلد كبيره اسمها مصر، يقول لك انه في بلد يعني لديها قدره كبيره جدا على اداره التفاوض بحكمه وبصبر وبرؤيه شامله، وهو ده الاهم. يعني مصر ما بتحلش خناقه طارئه او بتحل نزاع طارئ، لا، بتحل في اطار رؤيتها الشامله لقضيه مش عايزاها تتصفى، وفي نفس الوقت بتحافظ على امنها القومي. طب دكتور محمد، يعني يمكن وصححني برضو، يمكن احنا محتاجين المزيد من ضغوط يمارسها بقى المجتمع الدولي على الجانب الاسرائيلي، لانه ما بقاش انا ماشي في اتجاه وقف اطلاق النار وبقدر اجيب موافقات من حركة حماس، وفي نفس الوقت الاقي الجيش الاسرائيلي والاقي مكتب نتنياهو يقول له طب احنا هنستمر في العمليات بس هنبعت فريق المفاوضات. يعني يبقى زي ما كنت بتقول يفضل لحد الساعة 12 الثانية يضرب. بالضبط بالضبط، ده تكنيك اسرائيلي معروف عندهم. لكن هي المشكله الاساسيه الوقت مع حضرتك بتقول ان المجتمع الدولي يضغط، ده بيفتح معايا نقاش في مساحه تانية خالص. اولا طبيعه اللي بيديروا الحرب في اسرائيل الان. النهارده المعارضه الاسرائيليه يعني بتقول لا يوجد في اسرائيل رجل رشيد، ليس هناك رجل عاقل يمكن ان يوقف هذه المهزله اللي حصلت. فالين نفسهم بيقولوا لانه الاسرائيليين اضيروا بشكل كبير جدا من هذه الحرب. طبعا المجتمع الدولي هنا يعني عارف، في مذكرات رؤساء الولايات المتحده الامريكيه، في كلام مثلا منهم كلينتون لما قال لما كنت بتكلم مع نتنياهو انا ما كنتش ببقى عارف هو مين القوى العظمى بالظبط. يعني هل امريكا هي القوى العظمى ولا اسرائيل هي القوى العظمى؟ ايهما صاحب القرار، تل ابيب ولا واشنطن؟ صاحب القرار ده احنا امريكا. لكن هو طبعا لانه انت عارف المال اليهودي والنفوذ اليهودي والاعلام اليهودي للاسف صحيح في العالم هو ده. عشان نقول لانه انت بتقول المجتمع الدولي هو من يدير المجتمع الدولي ومن يحرك المجتمع الدولي ومن يحرك القوى الاساسيه في المجتمع الدولي. انت بتتكلم على سلطه مال بلا حدود، سلطه اعلام بلا حدود، في نفوذ في العالم لليهود، وهم دول ويبدو انه هم دول شايفين انه ما يفعله نتنياهو وحكومه الحرب هو ده المطلوب، او هم ده اللي عاوزين يوصلوا له. انا المشكله الاساسيه اللي كانت لمصر تداركتها النهارده الحقيقه، وعايز اقول لك انه النهارده بقى انا كمواطن مصري، يعني كنت فخور جدا بالمنظومه الاعلاميه اللي شغاله على الارض النهارده، لانها من اللحظه الاولى خلت الروايه المصريه هي الروايه الاساسيه التي تبنتها وسائل الاعلام العربيه. 100% 100% هي ده، هو ده. يعني تخيل ان احنا ما كانش عندنا هذه المنظومه الاعلاميه، ما كانش عندي مثلا القاهره الاخباريه كالقناه الاقليميه بتاعتي، وكان الموقف حصل ان انت بتباشر مفاوضات ثم ضربت حماس واسرائيل قالت لك انا ما فيش مفاوضات خلاص. كان اللي هيصيغ الموقف المصري او اللي هيصيغ الروايه المصريه منصات اخرى لها مصالحها، او كانت هتصيغ هذه الرساله، كان هيبقى في ناراتيف تاني مش بتاعي انا. لكن انت النهارده بالظبط، انت النهارده صاحب القرار وعندك الاداه اللي بتصيغ بيها الروايه بتاعتك ووصلت. واعتقد يعني انا هلفت انتباهك لحاجه مهمه جدا. السفاره الاسرائيليه بعتت رساله للخارجيه الاسرائيليه النهارده انه الاجواء لن تكون في صالحنا بعد اللي بتعمله اسرائيل واللي بتقوله. فانت ضغطت بادوات كثيره جدا، ضغطت بادوات الاعلام النهارده، ان المجتمع المصري كله، الاتحاد القبائل والبيان بتاعه، الاحزاب، المجتمع الاهلي، كل الفئات في مصر بتطلع بيانات بتدعم الموقف صحيح المصري. فانت هنا دي رساله قويه جدا الحقيقه استخدمناها. وزي ما بقول لك يعني في مكاسب لينا، انت بتدفع ثمن كبير، في خسائر كبيره جدا بسبب الموقف اللي احنا واخدينه، في ضغط على الاقتصاد بتاعك، في تهديد للامن القومي، انت منتصف تماما عشان هذا التهديد لا يحدث على الارض طبعا. لكن لما بتبص للصوره بشكل اشمل بتلاقي لا، ان الناس تفخر ان دي بلد محترمه. صح. يعني بص انا مش هقول لك مصر بلد كبيره وبلد عظيمه وبلد قادره، لا، دي بلد محترمه وبتشتغل
بتشتغل بضمير وبتشتغل عشان القضية بشكل أساسي، لأنه أنا استخدمت تعبير النهاردة يعني أنه الكل ترك فلسطين في العراء إلا مصر، يعني الكل سايبها إلا مصر، وياريت تلمين من الانتقادات والهجوم والشتائم. أنا أتفق جدا 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 مع وجهة النظر والتحليل والرؤية، بس وإحنا بنتكلم دلوقتي يا دكتور لقينا إنه الجيش الإسرائيلي بيعلن إنه بدأ توغله في مدينة رفح، وده هيخليني أذهب بالسؤال أو الأسئلة إلى مستوى آخر، يعني منين هيبقى بيبعت المفاوضين بتوعه أو وفد التفاوض بتاعه بكرة الصبح، ومنين بيبدأ التوغل في رفح، خاصة في ظل أن مصر كانت واضحة جدا في تحذيراتها من خلال البيان اللي صدر النهاردة. هو دي المشكلة الأساسية، أنا كنت بقول لحضرتك من شوية، ده تكنيك إسرائيل بتعمله لحد ما يقعد على مائدة المفاوضات، لكن ده خرق أصلا للاتفاق، لأن احنا طالما اتفقنا على البنود الأساسية وتوافقنا على الخطوط العريضة فمفروض ألا يحدث هذا. خلي بالك انه ليه اسرائيل مش عايزه المفاوضات تنجح ولا عايزه توصل للهدنه؟ اولا في عده اسباب. ان صوره النصر التي وعد بها نتنياهو لم يتحقق منها شيء على الاطلاق. دي نقطه، يعني هو الراجل وعد الاسرائيليين بالقضاء على حماس وانه لن يكون هناك حماس بعد ذلك، وانه الراجل انه الفلسطينيين نفسهم مش هيبقوا موجودين، لانه لا نتنياهو ولا حد في الحكومه هناك مقتنع بحل الدولتين، وعشان ما يحصلش حل الدولتين لابد تفريغ القطاع من الناس، فيبقى انت لا شعب ولا ارض، فهتعمل الدولتين على ايه؟ ما قدرش يجيب الرؤوس الاساسيه من حركه حماس، لان دي صوره مصر اللي هو بيتكلم عليها. طب انت هو بيتحجج دلوقتي باربع كتائب في رفح، وانت اديته الدليل النهارده امام العالم بنتك لما طلعت الصواريخ من خيمه في رفح عشان تقصف كرم ابو سالم. فهنا دي حماس على جنب، لكن اسرائيل لا تريد ان تصل الى حل ولا تريد ان تصل الى هدنه او تفاوض، لكن تفضل تعمل العمليات العسكريه المحدوده بتاعتها. أنا تخميني إنه، لأنه أنا مبكرا منذ ساعات قلت يعني إنه الناس راجعة للمفاوضات مرة أخرى، يعني لما إنه السيناريو قلت الناس راجعة للمفاوضات مرة أخرى وحماس ستعود للمفاوضات مرة أخرى. أنا عايز أقول لك إنه بالحسبة القديمة وبالمعرفة بالسلوك الإسرائيلي في الحرب، هم دول الناس هيحققوا شوية مكاسب، لأنه خلي بالك أنت عارف المشكلة في هذه الحرب إيه؟ أن الغل هو الذي يحرك هذه الحرب. يعني الغل بين الطرفين والرغبه في الانتقام المتبادله بين الطرفين يعني عامل كبير جدا في تحريك هذه الحرب، يمكن قبل الاهداف الاستراتيجيه بتاع كل طرف من الطرفين، في غل شخصي بيتحرك هذه المساله. لكن انا اعتقد انه الاتفاق المصري او ما انجزته مصر لا يزال صامت حتى هذه اللحظه، رغم ما تقوم به اسرائيل وما تفعله خلال الوقت في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك. هي اسرائيل في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها بيحاولوا ان هم يكملوا عملياتهم المحدوده اللي بداوها هذا الصباح، يعني بالظبط، لان هم ما بيعملش اجتياح كامل، يعني لا هو مش انا كامل، لكن هو دي يعني شوف الطرفين لا شيء جديد على الاطلاق. تقدر تقول ان هم بيعملوه، يعني الخطوات لدرجه ان الواحد احيانا بيبقى متوقع تصريحات الطرفين هيبقى شكلها عامل ازاي وكل طرف منهم هيقول ايه، والحقيقه لا يخيب ظني ابدا. يعني ربنا يستر، والاهم بس ان احنا نقدر ان احنا يعني المجتمع الدولي يشتغل معانا حبتين، زي ما احنا كل هذا الامر وكانه ملقى على ثقل او كل بكل ثقله على كتف المفاوض المصري بس. مصر يعني مصر شالت في هذه الازمه الحقيقه يعني ما تعجز عن حمل الجبال الحقيقة. ده صحيح. طول الوقت بتقدم مساعدات وبتقدم جهد دبلوماسي وبتقدم تفاوض، يعني عايز اقول لك انه لو قدر وكتب ما يحدث في الغرف المغلقه، والله انا بقول لك البلد دي قد ايه محترمه، وانا مصر على استخدام هذا التعبير تحديدا غير كل التعبيرات الثانيه، نقول كبيره ونقول لا، بلد محترمه بكل المعاني. والله أنا أتفق معاك، يعني أنا دايما أقول مش الطرف الأكثر نزاهة وإنما النزيه على إطلاق المعنى،
يعني هو مش الأكثر نزاهة فيدخل في مفاضلة، هو نزيه على إطلاق معنى النزاهة الكاملة في هذه المفاوضات. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور.